السلام عليكم ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض في الفصل الخامس الخاص ب مقرر اداره التغيير وتطوير التنظيمي هنتكلم عن مقاومه التغيير والتطوير التنظيمي آه اول حاجه عايزين نعرفها ايه هي عناصر الفصل اللي هنتكلم فيها عايزين نعرف اول حاجه ايه هو مفهوم مقاومه التغيير آه، ايه أسباب المقاومة؟ ايه الجوانب الإيجابية لمقاومة التغيير والتطوير التنظيمي؟ ما هي العوامل التي تقلل من عملية مقاومة التغيير؟ آه، ما هي أساليب وطرق التعامل مع مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي؟ وأشكال مقاومة التغيير ومصادر المقاومة؟ هنبدأ مع بعض في آه البداية خالص قبل ما نتكلم عن مقاومة التغيير بواجهة عام القيادة الإدارية تواجه صعوبة في إدارة تنفيذ عملية التغيير والتطوير التنظيمي حتى لو كان هذا في صالح المنظمة ليه؟ لأن القيام بأي عملية للتغيير سواء تتعلق بالأفراد أو المنظمة تتوقف بالدرجة الأولى على قبول الأفراد وبالتالي لابد للقيادة الإدارية في المنظمة إجراء التغيير مع مراعاة مدى تأثر الأفراد بهذه العملية وما هو رد فعلهم تجاهها باختصار شديد طالما أنا بتكلم في عنصر بشري فالعنصر البشري له وجهة نظر لسلوك معين قد يكون بالإيجاب أو بالسلب فبالتالي أنا بحاول قدر الإمكان قيادة إدارية إني أتجنب السلوكيات السلبية الخاصة بيهم وإني أضمن إن تكون سلوكياتهم إيجابية وبالتالي أي عملية تغيير أو تطوير لازم أتأكد إن ما بيقابلهاش عملية مقاومة من الأفراد طب تعالوا نشوف مع بعض إيه هو مفهوم مقاومة التغيير من الاحتمالات الواردة كرد فعل للتغيير والتطوير التنظيمي ما يسمى بمقاومة التغيير ده اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي مع بعض طيب مقاومة التغيير ده بيتمثل في السلوك الفردي والجماعي اللي الذي يعمل على تعطيل أو منع عملية التغيير طب ناخد تعريف أكثر دقة لمقاومة التغيير هنقول إن مقاومة التغيير هي امتناع أو رفض الفرد الامتثال إلى إحداث التغيير رغبة في المحافظة على وظائفهم ومكانتهم الوظيفية، وزي ما قلنا إن السلوك ده يعتبر رد فعل طبيعي جدًا بيرجع لعدم الاقتناع بفكرة التغيير، فبالتالي بقاومها. أيضا المقاومة للتغيير ممكن أنها تكون من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة وممكن أنها تكون سرية وممكن أنها تكون علنية، طيب ايه بقى أسباب مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي؟ زي ما انتوا شايفين كده في الصورة انا عندي الإدارة عايزة عملية التغيير تتم بس الموظفين والأفراد العاملين في المنظمة لأ مش عايزينها تتم كل طرف فيه بيشد الحبل اتجاهه يا ترى مين فيهم هيقدر انه يقنع التاني ب هل هنكمل في عمليه التغيير ولا الموظفين هيستمروا في مقاومتهم للعمليه فبالتالي علشان الاداره تقدر تتغلب على المشاكل دي مطلوب منها انها تعرف الاسباب الحقيقيه اللي آه بتخلي الموظف يمتنع عن عمليه التغيير ويقاومها ان التساؤل الرئيسي بيتجه نحو التعرف على الاسباب التي تكون تكون الافكار والاتجاهات المتعارضه لدى الافراد ومواقفهم بالبيئه لقضيه التغيير السبب الرئيسي لعمليه التغيير ده اقدر ان انا اعرفه من خلال دراسه سلوك الافراد ومدى ادراكهم وخصائص شخصياتهم الانسانيه وطبيعه العلاقات السائده في التنظيم وما يحدث من تناقض بين متطلبات الشخصية الإنسانية والتنظيم الجديد ومدى تكيف هذه الشخصية مع الأوضاع الجديدة وكمية المعلومات المتاحة عن التغيير المقترح ومدى ثقة الأفراد العاملين في الإدارة عندنا اختلفت الآراء ووجهات نظر الباحثين والكتاب حول الأسباب التي دعت لمقاومة العاملين لعملية التغيير والتطوير التنظيمي لان رغم تعدد الاسباب لا يوجد اختلاف جوهري فيما بينها بينما هناك اتفاق حول الاسباب الحقيقيه لمقاومه التغيير والتطوير التنظيمي من قبل العاملين في الجزء ده هنبدا نتكلم مع بعض عن اسباب مقاومه التغيير والتطوير التنظيمي هتلاقوا عند حضراتكم في الكتاب متناول آه مجموعه من الاسباب حسب راي كل باحث وكل كاتب انا جمعت لكم كل الحاجات دي النقاط الاساسيه كاسباب لمقاومه التغيير والتطوير التنظيمي تعالوا بقى نشوفها مع بعض اول سبب قد يكون التخوفات الاقتصاديه احيانا الموظف بيشوف ان التغيير بيهدد دخله وبالتالي ده هياثر على قدرته على تحقيق طموحاته وإشباع حاجاته في المستقبل وده خصوصا لأنه تعود على وضع مستقر معين هو عارف كل حاجة فيه فبالتالي تخوفات الاقتصادية من أني ممكن مع التغيير دخلي يتغير أو أفقد جزء من دخلي ده أحد أسباب مقاومة العاملين للتغيير من الأسباب أيضا القلق الاجتماعي بشكل طبيعي جدا التغيير اصلا بيولد خوف من المستقبل عشان هو بالنسبه لنا مجهول وبالتالي ده بيسبب لي عمليه شويه قلق اجتماعي بمعنى انا مش عارف التغيير ده هيتطلب مني ان اتعامل مع اشخاص جديده بافكار جديده واني امتزج معاهم والتحم وابقى متفاعل هل انا هقدر ولا لا فبيبقى عند الموظف قلق اجتماعي من اللي ممكن يتولد عن عمليه التغيير في المستقبل ايضا الخوف من المجهول زي ما احنا قلنا انا لو مش عارف ايه اللي هيحصل في المستقبل ده هيخليني مش حابب اني اتسرع واوافق على عمليه التغيير فبقاومها عشان احافظ على الوضع الحالي الخوف من فقد المركز احيانا انا شايف ان مهاراتي الحالية والمعرفة المتاحة لدي مناسبة جدا مع مركزي الوظيفي لكن عملية التغيير ممكن تعمل تغير في المهارات والمتطلبات اللازمة للوظيفة فبالتالي ده ممكن يخليني اخسر شغلي او ان اتنقل في مكان تاني او في وظيفة مش حاسسها ملائمة ليا فده برضو بيكون أحد أسباب مقاومة التغيير. انعدام الاستقرار النفسي. في حالة انعدام الاستقرار النفسي، ده باختصار شديد لأن إحنا زي ما قلنا عملية التغيير بتتطلب متطلبات جديدة. كمان بتتطلب تغيير في الأساليب والسياسات، وطرق العمل اللي بيتم تنفيذها في المنظمة. وده بيعتبر تهديد نفسي للاشخاص لو بالذات لو هما كمان ملهمش مصلحه في عمليه التغيير دي فبيبقوا حاسين ان لا ده هيهدد استقراري في الوظيفه ايضا الارتياح للمالوف والخوف من المجهول كل شخص زي ما احنا قلنا فكره الثبات انا مستقر في شغلي وراضي بيه مش عايز اي عمليه تغيير تحصل فبالتالي انا عندي ارتياح للمالوف وخوف من المجهول ده بيخليني أقاوم عملية التغيير عدم القدرة على إدراك مواطن الضعف في الوضع الحالي وعدم إدراك مواطن القوة في الوضع الجديد إحنا ممكن ما يبقاش عندي معلومات متاحة ودي برضه هنقولها إن الإدارة مش مدياني معلومات كافية عن أصلا أسباب التغيير والدوافع الخاصة بيه فبالتالي أنا شايف إن الوضع الحالي ده وضع مميز جدا مش شايف أي ضعف فيه وفي نفس الوقت مش شايف اي مظاهر قوة تخليني اقبل بعملية التغيير فايضا ده بيسبب ان انا بقاوم التغيير الانتماءات الخارجية خلينا نقول انا لو بنتمي لجماعة خارج العمل وبحب اطبق السياسات والاجراءات بتاعتها وانفذها في الشغل ممكن لو في حاجه حصل عمليه تغيير في الجماعه دي ده ياثر عليا وفي نفس الوقت لو حصل تغيير في الوظيفه بتاعتي ممكن يخليني احس ان ده بيهدد انتمائي للجماعه الخارجيه دي برضو من المشاكل ايضا من ضمن المشاكل غياب المعلومات عن الافراد وعدم التواصل معاهم زي ما احنا قلنا ان الاداره ما بتعرفنيش اصلا ايه الهدف من عمليه التغيير وايه الاسباب والنتائج وإيه المترتبه عليه فبالتالي غياب المعلومات دي عني بيخليني مش عايز اقبل عملية التغيير وبقاومها، ايضا من ضمن الاسباب العادات خلينا نتفق ان الانسان لما بيتعود على نمط معين وسلوك معين بيتبعه كل يوم ده بيتحول لعاده والانسان طالما استقر والعاده دي بتشبه احتياجاته ورغباته مبيبقاش عايز يغيرها فبالتالي بيشوف ان عمليه التغيير هتخليه يغير في عاداته اليوميه وده ممكن ما يشعروا بعدم الامان وعدم الاستقرار النفسي ايضا الخوف من الخسائر الماديه انا مش عارفه عمليه التغيير دي هتتسبب في اني ارتقي ولا في اني هقابل مشاكل ماديه افتقار الثقه في القائمين على التغيير انا مش عارف مين اللي هيقوم بالتغيير وهل هو مناسب ولا لا وهو شخص جدير بقى انه يقوم بعمليه التغيير دي ولا لا ده برضو بيخليني اقاوم عمليه التغيير سوء الخبرة السابقة للتغيير ممكن يكون حصلت عملية تغيير قبل كده في المنظمة ولكن عملية التغيير دي كانت بالنسبة لي نتائجها سلبية جدا فلما تيجي يحصل عملية تغيير تانية في المنظمة ببقى خايف آه وده لأن أنا عندي bad experience من عملية التغيير السابقة عدم مشاركة الأفراد آه في التغيير ده برضو مشكلة إن الإدارة تتخذ القرارات من غير أصلاً ما تشركني فيها ده بيخليني مش حابب ان انا انفذ عملية التغيير عدم وضوح الاهداف ودي برضو احنا قلنا عليها ان لو غابت المعلومات عن الافراد ده بالتالي معناه ان مفيش وضوح للاهداف الخاصة بعملية التغيير عدم اختيار الوقت المناسب للتغيير برضو دي جزئية مهمة تخليني اقاوم عملية التغيير التقليد الاعمى للاخرين يعني أنا شايف إن الشركات اللي حواليا اللي بتعمل في نفس مجال الصناعة بتقوم بعملية التغيير فأنا كمان هعمل التغيير، طب هل الإدارة درست هي فعلا محتاجة لعملية التغيير دي ولا لأ؟ فبالتالي ده بيسبب عملية مقاومة، مهم أوي إن احنا نكون دارسين أسباب التغيير الحقيقية، آخر حاجة بالنسبة لي في أسباب مقاومة التغيير والتطوير هي التكاليف البشرية والمادية الباهظة لعملية التغيير، ده أحيانا بيخلينا نقاوم هذه العملي طيب آه، ننتقل بعد كده لان هل في اتفاق ان كل نتائج التغيير سلبيه لا بعض الاراء بتقول ان في نتائج سلبيه للتغيير وفي نفس الوقت بتقول ان في كمان قصاد ده جوانب ايجابيه لمقاومه التغيير طب تعالوا نشوفها مع بعض هو ازاي مقاومه التغيير ممكن انها تكون لها نتائج ايجابيه اول حاجه حاله الخوف من التغيير كقوه دافعه للاداره في الجزئيه دي احيانا حاله الخوف اللي من التغيير لدى العاملين وحاله القلق والتوتر ممكن انها تكون قوه دافعه للاداره علشان توجه اهتماماتها لأنها تدرس بشكل متعمق أهداف ووسائل ونتائج التغيير المحتملة سواء المباشرة أو غير المباشرة وبالتالي تركيزها الأزيد هيخلي عملية مقاومة التغيير تقل وفي نفس الوقت تقطي عملية المقاومة دي بثمار إيجابية تاني جانب إيجابي عندي هو الكشف عن ضعف نظم الاتصالات ونظم المعلومات ممكن مقاومة التغيير تبين لي إن مفيش نظام اتصالات فعال بين الإدارة والأفراد وأيضا تكشف لي إن مفيش عندي نظام معلومات إداري متطور بيتسم بالدقة والموضوعية أيضا كمان ممكن يكشف لي عن انخفاض كفاءة وخبرة القائمين على عملية التغيير والتطوير ما كل ده احنا قلناه لسه في أسباب المقاومة طب لو أنا بقى كل ده أنا اكتشفته من مقاومة التغيير أنا علشان عرفت طالما دي, دي كلها نقاط الضعف دي فانا عايز ان منها فبالتالي الادارة بتسعى لانها تاخد هذه الجوانب بعين الاعتبار عشان تزود فعالية تطبيق جوانب التغيير المرغوبة اللي بتضمن لي تحقيق اهداف المنظمة بنجاح يبقى بالتالي ده جانب ايجابي طيب الكشف عن ضعف اساليب حل المشكلات واتخاذ القرار ممكن عملية مقاومة التغيير تخلينا نسلط الضوء بشكل كبير على أوجه الضعف اللي عندي في عملية معالجة المشكلات سواء كانت المشاكل دي إدارية أو فنية أو إنسانية أو عدم قدرة على اتخاذ قرار وبالتالي ده بيخلي الاداره انها تعمل فوكس اكتر على اعاده النظر في الاستراتيجيات والسياسات اللي بيتم على اساسها التغيير وتطورها باستخدام الاساليب العلميه السليمه آه رابع نقطه بالنسبه لي اكتشاف مجالات الضعف في اسلوب الاداره زي ما قلنا ده عمليه المقاومه بتخليني اعرف اوجه الضعف آه في اسلوب الاداره وبالتالي ده بيترتب عليه ان الاداره تحاول تعالج أوجه ضعف دي تتخذ الإجراءات الوقائية قبل ما ت... ما يحصل عندي تفاقم في المشاكل وده برضو ممكن أنه يشجع الإدارة على أنها تبذل مزيد من الجهد والاهتمام بإحاطة الأفراد بالتغيير وده طبعا أكيد في النهاية هيوصلني لأن الأفراد تتقبل فكرة التغيير وتتفاعل معاها ومع الإدارة اللي بتنفذ عملية التغيير بشكل إيجابي النقطة الخامسة بالنسبة لي في الجوانب الإيجابية هي تزويد الإدارة بمعلومات عن مشاعر الأفراد زي ما قلنا إن ممكن يبقى في عندي كنا بنقول من أسباب المقاومة خوف المجهول تخوفات اقتصادية خسارة المر... خسارة مادية فقدان المركز أو الوظيفة كل دي جوانب نفسيه بتكون عند الافراد فبالتالي ده خلى الاداره تهتم اكتر بانها تدرس مشاعر الافراد علشان تقدر انها تتعامل معاهم وتطمنهم وتشاركهم وتحسسهم ان المشاكل دي مش صحيحه وبالتالي ده جانب ايجابي لمقاومه التغيير طيب بكده اتناقشنا في الجوانب الايجابيه تعالوا نشوف مع بعض هي ايه بقى العوامل اللي بتقلل من مقاومه التغيير والتطوير التنظيمي اول عامل من العوامل دي هو تأصيل الثقه بين الاداره والعاملين العامل الثاني هو ايضاح حقائق التغيير واظهار مزايا للعاملين واسبابه ونتائجه وابعاده واثاره بالنسبه له ثالث نقطه هي مشاركه العاملين الفعليه في تشخيص المشاكل ووضع خطط العمل رابع عامل هو الاهتمام برؤساء العاملين وممثلي النقابات باعتبارهم حلقه الوصل بينهم وبين الاداره خامس نقطه خلق المناخ المساعد على التغيير والنقطه السادسه هي الاستعانه بالافراد الاكثر مرونه في المراكز الرئيسيه والذين لديهم القدره على التاقلم والتكيف مما يقلل, يقلل من عمليه مقاومه التغيير في بعض العوامل هنناقشها بتفصيل اكتر تعالوا نشوف مع بعض ازاي هتتم عمليه تقصير الثقه بين الاداره والعاملين العمليه دي بتتم من خلال الانفتاح والصراحه بين الاداره والعاملين وان الاداره المفروض انها تعلن قبل ما تبدا في عمليه التغيير عنها علشان ده يقلل نسبه الغموض اللي بتولد الشك عند الافراد وتقلل من افتراضهم لسوء النية فبالتالي هتقلل من انهم يقاوموا عمليه التغيير بالنسبه لايضاح حقائق التغيير واظهار مزاياه واسبابه ونتايجه وابعاده واثاره ده يعتبر هو الطريق الانسب والامثل علشان يشعر الافراد بالطمانينه تجاه نيه الاداره ويزود شعورهم بالامان في الوظيفه بالنسبه لمشاركه العاملين الفعليه في تشخيص المشاكل ووضع خطط العمل ده بيساعد على انهم تزداد ثقتهم في الاداره وبالتالي احنا بنقول ان عملية المشاركة دي عملية مهمة جدا لإزالة مقاومة التغيير وانها شرط أساسي لنجاح المنظمة وبتعتبر اعترافا ضمنيا من الإدارة بأهمية دور العاملين مما له تأثير طبعا اجتماعي ونفسي على العاملين خلق المناخ المساعد على التغيير وده آه من خلال ان يبقى عندي في بشجع روح الفريق والعمل الجماعي وانماط القياده اللي عندي تكون قياده ديمقراطيه وليست بيروقراطيه واستخدم اساليب اشراف مناسبه واعترف واقدر انجازات العاملين واتعامل معاهم بشكل مناسب واشبع رغباتهم وحاجاتهم وازود الترابط بينهم كل ده بالنسبه لي بيخلق مناخ مساعد على التغيير وبيقلل من عمليه مقاومه التغيير ننتقل مع بعض للنقطه الخامسه في الفصل وهي اساليب وطرق التعامل مع مقاومه التغيير انا عندي مجموعة من الأساليب هنتناقش فيها طبعا آه بالتفاصيل، أول آه أسلوب منهم وهو أسلوب المشاركة، في أسلوب المشاركة ده معناه إني بأشرك الأفراد في عملية التخطيط للتغيير، وأسمع مقترحاتهم وأفكارهم وأقبل اتجاهاتهم اتجاه التغيير، تاني أسلوب هو أسلوب الاتصالات، في أسلوب الاتصالات أنا بأطلع العاملين على التغيير قبل حدوثه وأعرفهم مبرراته وأهدافه وده بيتم من خلال يا إما اني بعمل معاهم مناقشات فردية أو جماعية أو من خلال التقارير والمذكرات والاتصالات الإدارية اللي هي موجودة عندي في الهيكل التنظيمي أصلا طيب أسلوب عندي هو التفاوض والاتفاق في أسلوب التفاوض ده بيتم من خلال اني بتناقش مع الاطراف المتوقع رفضهم لعملية التغيير باني بقدم لهم آآ مزايا آآ التغيير والمزايا دي تكون خاصة بيهم وليها مقابل يخليني اضمن انهم ما يقوموش عملية التغيير طبعا وصلت للتفاوض هي وسيلة تعتبر سهلة نسبيا من مزاياها ايضا ان المشاركين فيها هيلتزموا بتطبيق التغيير لكن عملية التفاوض بتاخد أحيانا وقت طويل فمش دايما أقدر استخدمها، بالنسبة لأسلوب تقديم التسهيلات والدعم فأنا بهتم في هذا الأسلوب بإني أدرب العاملين على مهارات جديدة وأقدم لهم الدعم اللازم وأقدم لهم المساعدة عشان يتغلبوا على المشاكل الإنسانية أو الإدارية أو التنظيمية الناتجة عن عملية التغيير بالنسبة للإكراه الظاهر وغير الظاهر هو وسيلة أنا بستخدم فيها القوة والتهديد والسلطة على الأفراد بجبرهم على أنهم يقبلوا التغيير وبعمل عملية استثناء او اقماع لمن يرفض ويقاوم التغيير وده بيعتمد على اسلوب التهديد بحرمانهم من الترقية او النقل سرا او علنيا. بالنسبة لاسلوب التحكم والاستمالة من خلال الاسلوب ده انا بعمل محاولات كده وجهود خفية مع الأفراد زي إني بديهم بعض المعلومات الانتقائية وبرتب الأحداث بحيث إنها تتناسب مع متطلبات التغيير وده بيكون بهدف تأثير على الأفراد واستمالتهم وتخفيض حدة مقاومتهم لعملية التغيير والتطوير عندنا في الجزئية دي في الكتاب جدول برضو مهم جدا بيتكلم عن كل أسلوب ولكن هو ركز هنا بقى على خمس أساليب أساسية و امتى بستخدم كل اسلوب وايه المزايا اللي بيحققها الاسلوب ده وايه المشاكل اللي بتواجهني في تطبيق هذا الاسلوب نبدا مع بعض في اسلوب الاتصال عمليه الاتصال بالاخرين زي ما احنا قلنا ان عمليه الاتصال ممكن انها تتم عن طريق المناقشة أو المذكرات أو التقارير أو عمل عقد اجتماعات أو مناقشات فردية إمتى بستخدمها؟ بقدر أستخدم عملية الاتصالات، لو أنا عندي نقص في البيانات أو المعلومات المتاحة لدى العاملين. المزايا لما بستخدم عملية الاتصال بشكل فعال ده بيوضح الأمور وبيشرحها للعاملين. وبالتالي الأفراد هتساعدني في إنجاح عملية التغيير. المشاكل بتاعة عملية الاتصالات، إحنا لسه قايلينها من شوية، إن العملية برضو بتاخد وقت طويل. وبالذات مع زيادة عدد الأفراد لأن يعني كل ما بيزيد عندي عدد الأفراد في المنظمة كل ما أنا عايزة أتصل بكل فرد فيهم فده بياخد مني وقت أطول تاني أسلوب عندنا هو أسلوب المشاركة أني بشارك في أعمال الإدارة وبتيح الفرصة للعامل في أنه يصمم وينفذ التغيير وبتبادل الأراء بين الإدارة والأفراد وتكوين كيان عملي إمتى أقدر أستخدم المشاركة؟ لما ما يكونش عندي معلومات للتغيير يعني أنا دلوقتي كمدير أو كقائد أنا ما عنديش أصلا معلومات عن عملية التغيير بشكل كافي ف ببدا اني اتناقش مع الافراد واشاركهم علشان نشوف اسباب التغيير. الاسباب اللي احنا محتاجين فيها للتغيير وكمان اعرف الافراد ايه هي الاسباب اللي هتخليهم يسعوا لأنهم ينفذوا معانا عملية التغيير كإدارة. المزايا اللي فيها إن المعلومات اللي بتتوافر لدى الأفراد اللي هيشاركوني في عملية إحداث التغيير هقدر إن أنا أستخدمها بشكل فعال في عملية التغيير. مشكلتها إن عملية المشاركة برضو تستغرق وقت طويل. لو كان المشاركين بتصميم أو إحداث التغيير. قاموا بده بطريقة غير صحيحة فده هياخد مني هيهدر الوقت وياخد مني وقت طويل تالت أسلوب عندي هو أسلوب الدعم سواء كان دعم سلوكي أو دعم اجتماعي لمواجهة مشاكل التغيير ممكن دعم عن طريق التدريب الدعم عن طريق الاستماع للمرؤوسين اللي هو فن الإصغاء كل ده بالنسبة لي أشكال لعملية الدعم إمتى بستخدم الدعم؟ لما عندي الافراد بتتجه للمقاومه بسبب مشاكل التغيير وتعديل المسارات وخوفهم من ده في الحاله دي انا محتاج اني اعمل لهم دعم سواء بقى زي ما احنا قلنا سلوكي اجتماعي تدريب اصغاء اي كان المزايا ان الاسلوب ده طبعا بيعمل بشكل جيد لمواجهه التغيير مشاكل التغيير وايضا مشاكل مقاومه التغيير ايه مشاكل تطبيقه انه احيانا بيكون الاسلوب ده طبعا مكلف لو لو انا استخدمته عشان اعمل عمليه تسويه بين الافراد كلهم فكره ان انا ادرب كل الاشخاص دي عمليه مكلفه اني اعمل لهم دعم اجتماعي في اني مثلا اطور علاقاتي معاهم واعمل لهم مثلا برامج ترفيهيه واعمل لهم رحلات والكلام ده ده برضه هيكلفني الدعم السلوكي بأني اقعد مع كل شخص وابدا اني ادعمه بشكل شخصي واعرفه ايه مواطن القوه اللي عنده وازاي يحسن مواطن الضعف ده برضو بياخد تكلفة كبيرة سواء كان جهد أو مال أو وقت كل ده بالنسبة لي أسلوب مكلف الأسلوب الرابع وهو أسلوب الاتفاق والتفاوض لو أنا عندي بشكل واضح عارف إن في بعض الأفراد أو الجماعات هتضر نتيجة عملية التغيير في الحالة دي أنا محتاج اني اتفاوض معاهم وعلشان احاول اخليهم ما يقوموش عمليه التغيير واتجنب المشاكل الكبيره اللي ممكن تحصل من عدم المناقشه معاهم اسلوب التفاوض والاتفاق ايه مشاكله انه برضو زي ما قلنا ممكن يكون مكلف لو استخدموا البعض لاحداث التسويه فكره ان هو تكلفته قوي في الوقت والجهد المبذول. الأسلوب الخامس بالنسبة لي أسلوب استخدام القوة، سواء كانت القوة دي بشكل ضمني، أو بشكل صريح، وعلني، التهديد أو العقاب، كل دي أشكال استخدام القوة والإكراه. بينجح الأسلوب ده لو الأمر اللي أنا محتاج إني أعمل عملية التغيير فيه. سريع لازم اخد قرار سريع اللي هو مفيش ان انا اتناقش بشكل طويل قوي مع الافراد وكمان اكون انا كقائد للتغيير عندي قوه كافيه إني احدث التغيير الاسلوب ده مزين وهو اسلوب سريع واقدر من خلاله ان اتغلب على مقاومه التغيير لكن من مشاكل تطبيقه انه بيتضمن بعض المخاطر خاصه لو تركت الامور كلياتا لقادة التغيير وان كمان بالنسبة لي استخدام القوة بيقلل من ولاء الاشخاص للمنظمة على المدى البعيد وممكن كمان يزود لي معدل ترك العمل طيب نلخص الاساليب دي ونقول ان انا عندي بعض الحالات بيبقى فيها استراتيجيات معينة او اساليب معينة هي الافضل تعالوا نشوفها مع بعض لو كانت اسباب المقاومه متعلقه عندي بالخسائر المترتبه عن عمليه التغيير فبالتالي افضل استراتيجيه للتعامل هتكون هي التفاوض والاتفاق لو انا عندي في اشخاص رافضه عمليه التغيير عشان هي خايفه من نتائجه في الحاله دي افضل طريقه بالنسبه لي هي التفاوض والاتفاق لو كانت الاسباب متعلقه بالمهارات وقيم العمل والمسارات الوظيفيه في الحاله دي افضل استراتيجيه اقدر استخدمها هي استراتيجيه التسهيل والدعم لو كانت الاسباب متعلقه بالمشاركه فافضل استراتيجيه هتكون استراتيجيه الاتصال لو كانت الاسباب متعلقه بالسرعه والعلاقات الشخصيه افضل استراتيجيه بالنسبه لي طالما انا عايز الامر بشكل سريع هتكون استراتيجيه الاكراه الظاهر او الضد لو كانت الأسباب متعلقة بالمعلومات والاتصالات عندي مشكلة في المعلومات أو في النظم الاتصال أفضل استراتيجية في الحالة دي هتكون استراتيجية الاتصالات الجزئية دي مهمة ذكرها كويس لأنها موضع أسئلة كتير وده هنشوفه برضو مع بعض إيه بقى أشكال مقاومة عملية التغيير والتطوير التنظيمي يا إما عندي المقاومة تكون إيجابية يا إما تكون سلبية أو المقاومة تكون كامنة أو تكون علنية يعني ضمنية أو علنية، تعالوا نشوف مع بعض أشكال المقاومة الإيجابية، من أشكال المقاومة الإيجابية إن يكون أصلا التغيير اللي هيتم سلبي، إزاي؟ لو التغيير اللي هيتم ده بيكلفني أكتر من إنه يضيف لي يعني الفوائد المحققة من التغيير أقل من التكاليف المدفوعة بالتالي عملية المقاومة تكون إيجابية طيب عملية المقاومة سلبية إمتى؟ لو عندي خطر بيهدد المنظمة وفي مقاومة دي كده شكل من أشكال المقاومة السلبية إضراب عن العمل تكوين تنظيمات غير رسمية كل ده بالنسبة لي أشكال للمقاومة السلبية لكن المقاومة الإيجابية لما تكون عندي الفوائد محققة من التغيير أقل من التكاليف المدفوعة للتغيير المقاومة الكامنة والعلنية المقاومة العلنية معناه أن أنا بقول أنا رافض عملية التغيير ومش هشارك فيها دي مقاومة علنية طيب المقاومة الكامنة المقاومه ليها الكامنه ليها اشكال كتير ممكن اني اكسر من الشكوى التذمر من قبل بعض الافراد عن اسلوب معين مهاجمه المقترحات والافكار الجديده نشر الشائعات وارتفاع معدلات ترك العمل كل دي مؤشرات للمقاومه الكامنه لعمليه التغيير طبعا فكره المقاومه الكامنه بتأدي لخلق صعوبات وان الجهه اللي بتقوم بالتغيير لازم انها أم... تكون على دراية بازاي ب... الأفراد بيشوفوا عملية التغيير وتعرف طبيعة المقاومة اللي بيمتثل اليها الأفراد وايه الطرق الملائمة عشان يحلوا المشكلة دي عندنا بعد كده من خلال اللي احنا قلناه ان عندي مصادر لمقاومة التغيير والتطوير المصادر دي ممكن تكون على مستوى الفرد نفسه أو على مستوى المنظمة ككل أو على مستوى جماعات العمل على مستوى الفرد نفسه مصادر المقاومة ممكن تكون العادات والقيم السلوكية اللي بيتبعها الفرد الحرمان من المزايا الخوف من الحرمان من المزايا ده مصدر مصادر مقاومة التغيير الخوف من فقد مركز أو وظيفة ده برضو مصدر من مصادر مقاومة التغيير على مستوى الفرد، الرغبة في السيطرة، بقاء الوضع على ما هو عليه اللي هو احنا قلنا الارتياح للمألوف والخوف من المجهول، كل ده بالنسبة لي مصادر مقاومة التغيير على مستوى الأفراد. طب إيه هي المواقف العملية لمقاومة التغيير من جانب الأفراد؟ ممكن الأفراد يعملوا ينضموا للتنظيمات الغير رسمية، ده عشان يحموا نفسهم من أوضاع التغيير الجديدة بحيث انه بيشوف ان التنظيم الغير الرسمي مجال انه يعبر عن معارضته اللي ما يقدرش يعبر عنها صراحة من خلال التنظيم الرسمي او ان الفرد يترك المنظمة نهائيا او انه يستخدم بعض الوسائل الدفاعية زي العدوانية في العمل او انه يصبح غير مبالي وغير مهتم بالتغيرات الجبرية اللي بتحصل ده كده بالنسبة لمصادر المقاومة وأشكال المقاومة للفرد تعالوا نشوف بقى مع بعض إيه هي مصادر المقاومة على مستوى المنظمة أو جماعات العمل مصادر المقاومة بتكون التقاليد والأعراف السائدة الاتصالات المحددة تقاليد الجماعة عدم الثقة في القيادات التبادل المحدد للمعلومات كل دي بنزالي مصادر لمقاومة التغيير على مستوى المنظمه طب ايه بقى المواقف العمليه اللي بتبين لي مقاومه التغيير من جانب جماعات العمل مقاومه اي تجديدات تقييد الانتاج بمعنى اني مش بحاول اطور من العمليات الانتاجيه هو ده اللي عندي هو ده اللي انا هنتجه بس زياده العادم ونسبه التالف ده برضو مشاكل افهم منها ان في عمليه مقاومه من جماعات العمل والإضراب بكده نكون اتناقشنا مع بعض في العناصر الأساسية للفصل الخامس الخاص بمقاومة التغيير تعالوا بقى نشوف مع بعض إيه أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلنا في هذا الفصل أول حاجة أسئلة الصح أو خطأ تواجه القيادة الإدارية صعوبة في إدارة وتنفيذ عملية التغيير والتطوير التنظيمي حتى لو كان هذا في صالح المنظمة حيث تتوقف عملية التغيير على قبول الأفراد العبارة صح مظبوط فيش فيها أي مشكلة فعلا بتواجه القيادة الإدارية صعوبة في إدارة تنفيذ عملية التغيير وعملية التغيير تتوقف طبعا بالدرجة الأولى على قبول الأفراد وإلا هتحصل عملية المقاومة من الأفراد السؤال التالي تتمثل عملية التغيير في السلوك الفردي والجماعي الذي يعمل على تعطيل أو منع عملية التغيير هل عملية التغيير بتعمل على منع عملية التغيير؟ لا في حاجة هنا مش مظبوطة، تاني العبارة دي خطأ، ومال... إيه اللي بيتمثل في السلوك الفردي والجماعي اللي بيعمل على تعطيل أو منع عملية التغيير. مظبوط عملية مقاومة التغيير. طيب السؤال التالي: قد تكون عملية مقاومة التغيير سرية أو علنية؟ مظبوط احنا قلنا إنها ممكن تكون كامنة أو ظاهرة علنية. السؤال التالي من أسباب مقاومة التغيير. مدى ثقه الافراد العاملين في الاداره وكميه المعلومات المتاحه عن التغيير المقترح مظبوط دي من اسباب مقاومه التغيير طب لو قلت اهم اسباب مقاومه التغيير مدى ثقه الافراد العاملين في الاداره العباره هتكون خطا لان دي مش اهم الاسباب أنا عندي اسباب كتير قوي فما ينفعش اقول ان فيهم سبب اهم من التاني او اقول تنحصر اسباب مقاومه التغيير في مدى ثقه الافراد العاملين في الاداره كميه المعلومات المتاحه عن التغيير المقترح هتبقى غلط لان انا عندي اسباب كتير فناخد بالنا من التلاعب بالالفاظ السؤال التالي آه ينظر كافه الباحثين في مجال التغيير الى مقاومه التغيير على انها عمليه سلبيه تعيق تحقيق اهداف المنظمه مظبوط إحنا قلنا إن بعض الباحثين بينظروا في مجال التغيير على إن مقاومة التغيير عملية سلبية، إلا إن عملية مقاومة التغيير لها بعض الجوانب الإيجابية، فبالتالي العبارة هتكون خطأ، مش كلهم شايفين إنها عملية عملي سلبية، السؤال التالي حالة الخوف من التغيير التي يعاني منها الأفراد قد تكون قوة دافعة للإدارة. إلى توجيه الاهتمام بدراسة متعمقة لأهداف ووسائل ونتائج التغيير المحتملة سواء المباشرة أو غير المباشرة. هل حالة الخوف من التغيير اللي بيعاني منها الأفراد العاملين دي تعتبر بالنسبة لي قوة دافعة كإدارة؟ أيوه العبارة صح. ننتقل للسؤال التالي: إن تأصيل الثقة بين الإدارة والعاملين من خلال الانفتاح والصراحة فيما بينهم يعتبر من العوامل التي تقلل من مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي. مظبوط فعلا تقصير الثقة بين الإدارة والعاملين بيقلل عملية مقاومة التغيير فالعبارة صحيحة. السؤال التالي: خلق المناخ المساعد على التغيير يقلل من مقاومة العاملين للتغيير حيث يتميز بروح الفريق والعمل الجماعي وأساليب الإشراف المناسبة والاعتراف والتقدير لإنجازات العاملين. العبارة صح. يهتم أسلوب الاتصالات بتدريب العاملين على مهارات جديدة. وتقديم الدعم اللازم. وتقديم المساعدة للأفراد للتغلب على المشاكل الإنسانية أو الإدارية أو التنظيمية الناتجة عن عملية التغيير. هل أسلوب الاتصالات بيهتم بتدريب العاملين على مهارات جديدة وتقديم الدعم؟ مظبوط العبارة خطأ. وما أي أسلوب اللي بيهتم بتدريب العاملين على مهارات جديدة، وتقديم الدعم اللازم أسلوب. تقديم التسهيلات والدعم، أمّال أسلوب الاتصالات بيعمل إيه؟ أسلوب الاتصالات بيعتمد على إطلاع العاملين على التغيير قبل حدوثه، ومعرفة مبرراته وأسبابه، وده زي ما قلنا إن عملية الاتصالات بتتم من خلال المناقشات الفردية والجماعية، وممكن تتم من خلال التقارير والمذكرات والاتصالات الإدارية والتنظيمية. طيب السؤال اللي بعده يتم أسلوب التحكم والاستمالة. عن طريقة استخدام محاولات وجهود خفية كتزويد الأفراد بمعلومات انتقائية وترتيب الحوادث بحيث تتناسب مع متطلبات التغيير بهدف التأثير على الأفراد وتخفيض حدة مقاومة عملية التغيير والتطوير التنظيمي. فعلاً أسلوب التحكم والاستمالة بيتم عن طريق إن أنا بستخدم محاولات وجهود خفية بإني أزود الأفراد بمعلومات انتقائية وأرتب الأحداث فالعبارة صحيحة. السؤال التالي: يفضل الاعتماد على أسلوب الاتصالات من قبل الإدارة للحد من مقاومة التغيير حينما يكون هناك نقص في البيانات أو المعلومات المتاحة عن التغيير العاملين، إلا إنه قد يستغرق وقتًا طويلًا لتطبيقه خاصة مع زيادة أعداد الأفراد، فعلًا إحنا قلنا إن بعتمد على أسلوب الاتصالات. لو عندي نقص في البيانات أو المعلومات المتاحة عن التغيير اللي عاملينه وإن هو فعلا من مشاكل تطبيقه إنه بيستغرق وقت طويل وخاصة مع زيادة عدد الأفراد فالعبارة صحيحة، إذا كانت أسباب المقاومة متعلقة بالمهارات وقيم العمل فإن أفضل استراتيجية للحد من مقاومة التغيير هي الاتصالات لو أنا عندي سبب مقاومة متعلق بالمهارات وقيم العمل لأ يبقى أنا أفضل استراتيجية عندي هي استراتيجية التسهيل والدعم لكن أفضل استراتيجية بالنسبة لي في حالة نقص البيانات أو المعلومات أو في حالة عدم توافر أساليب مشاركة فعالة هي هتكون استراتيجية الاتصالات السؤال اللي بعده من مصادر مقاومة التغيير على مستوى الفرد عدم الثقة في القيادات هل عدم الثقة في القيادات من مصادر مقاومة التغيير، أه بس على مستوى الفرد ولا على مستوى جماعات العمل، فالعبارة هتكون عندي خطأ لأن عدم الثقة في القيادات دي من مصادر مقاومة التغيير على مستوى المنظمة أو على مستوى جماعات العمل. من أشكال مقاومة التغيير من جانب الأفراد العدوانية والإضراب، نراجع كده مع بعض. مظبوط غلط طب غلط ليه؟ هو من أشكال مقاومة التغيير من جانب الأفراد العدوانية فعلا، بس الإضراب ده من أشكال مقاومة التغيير من جانب جماعات العمل، فبالتالي طالما عندي جزء في العبارة خطأ تبقى العبارة كلها خطأ، لكن لو قلت من أشكال مقاومة التغيير من جانب الأفراد العدوانية وترك العمل نهائيا تبقى العبارة صح. ناخد بالنا من الجزئية دي من أشكال مقاومة التغيير من جانب جماعات العمل مقاومة التجديدات والإضراب أيوة فعلا احنا الإضراب من أشكال مقاومة التغيير من جانب جماعات العمل طيب مقاومة التجديدات مظبوط برضو من أشكال مقاومة التغيير من جانب جماعات العمل ننتقل بقى, بقى مع بعض للشكل التاني من الأسئلة اللي هي أسئلة اختر أول سؤال بيقول فيما يلي اسباب عمليه مقاومه التغيير والتطوير التنظيمي ما عدا يبقى معنى كده ان كل الاجابات اللي عندي صح هي اسباب لعمليه مقاومه التغيير والتطوير الا نقطه واحده بس هي اللي فيها غلط. طب تعالوا نقرا مع بعض الاختيارات. العادات هي هي سبب ولا لا؟ اه العادات سبب في اني بقاوم التغيير. الثقه في القائمين بعمليه التغيير مظبوط هي دي اللي بتقلل اصلا من مقاومة التغيير عدم اختيار الوقت المناسب للتغيير لو احنا بنكمل قراءة العبارات او عدم اختيار الوقت المناسب ده بيخليني اقاوم التغيير عدم وضوح الاهداف برضه بيخليني اقاوم التغيير يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتقلل من عملية المقاومة هي الثقة في القائمين بعملية التغيير فيما يلي العوامل التي تقلل عملية مقاومة التطوير والتغيير ما عدا نفس فكرة السؤال اللي قبل تقصير الثقة بين الإدارة والعاملين وإيضاح حقائق التغيير ب مشاركة العاملين الفعلية في تشخيص المشاكل ووضع خطط العمل ج الارتياح للمألوف والخوف من المجهول تزويد ممثلي النقابات العمالية ببيانات واضحة عن أبعاد التغيير وأهدافه إحنا قلنا إن أنا عندي مجموعة من العوامل بتقلل عملية مقاومة التغيير والتطوير أي واحدة بقى من دول ملهاش علاقة بالعوامل اللي بتقلل عملية مقاومة التغيير مظبوط ج الارتياح للمألوف والخوف من المجهول ده بيزود من أسباب مقاومة التغيير طيب السؤال التالت إشراك الأفراد في عملية التخطيط للتغيير وسماع مقترحاتهم وأفكارهم وقبول اتجاهاتهم نحو التغيير تعبر هذه العبارة عن أي من أساليب الإدارة لمواجهة مقاومة التغيير. إحنا هو الإدارة عندها مجموعة من الأساليب. ممكن هل أسلوب الاتفاق والتفاوض ولا أسلوب التحكم والاستمالة ولا أسلوب الاتصالات ولا أسلوب المشاركة؟ إشراك الأفراد في عملية التخطيط للتغيير وسماع مقترحاتهم وأفكارهم ده بيعبر عنه عملية الإتصال. السؤال الرابع: حينما يتجه الأفراد داخل المنظمة للمقاومة بسبب مشاكل التغيير وقيم العمل وتعديل المسارات، بيفضل الاعتماد على أي استراتيجية من استراتيجيات الحد من مقاومة التغيير؟ استراتيجية التسهيل والدعم؟ ولا استراتيجية استخدام القوة؟ ولا استراتيجية الاتصالات؟ ولا استراتيجية التفاوض؟ لما بيتجه الأفراد داخل المنظمة للمقاومة بسبب مشاكل التغيير وقيم العمل وتعديل المسارات أفضل استراتيجية مظبوط هي التسهيل والدعم لو كانت أسباب المقاومة متعلقة بالسرعة والعلاقات الشخصية حيث تمتلك قادة التغيير القوى الكافية أفضل استراتيجية للحد من مقاومة التغيير هي التفاوض والاتفاق الإكراه الظاهر والضمني الاتصالات التسهيل والدعم طالما عندي أسباب المقاومة ليها علاقة بالسرعة والعلاقات الشخصية يبقى الإكراه الظاهر والضمني بكده نكون اتناقشنا في عناصر الفصل الخامس وأشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلنا عليه أتمنى أن أنا أكون قدرت أفيد حضراتكم وبسط لكم المعلومة شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته